الفريق احنا فين دلوقتي من المشروع ده، المشروع المهم اسطول صيد مصري ب 100 سفينه، احنا فين والمرحله الثانيه هتبدا امتى؟ هو المشروع طبعا زي ما احنا قلنا ان هو 100 سفينه صيد او بلانس صيد، احنا قسمناها لثلاث مراحل، 34 في المرحله الاولى و34 في المرحله الثانيه و32 في المرحله الثالثه. احنا خلصنا المرحله الاولى كلها ال 34 سفينه ودلوقتي في مرحله التجارب وجاهزين ان احنا ان شاء الله يشتغلوا. يعني عندنا 34 دلوقتي الحمد لله قادرين على الحار والصيد وكل حاجه تمام، معدات راكبه والاجهزه راكبه وكل تمام. والمرحله الثانيه قد ايه؟ المرحله الثانيه 34 سفينه برضو، يمكن ان شاء الله يكون على اخر السنه دي باذن الله نقدر. المشروع يكتمل امتى؟ يعني اخر 22. لما تعرض الموضوع ده على سياده الرئيس كان ايه توصياته؟ التوصيات طبعا ان احنا نحط كل الامكانيات والقدرات والاجهزه كلها اللي تساعد السفينه دي ان هي تشتغل في عمليات الصيد سواء في داخل جمهوريه مصر او خارج جمهوريه مصر العربيه، ان يبقى في تجهيزات للاطقم والسلامه بتاعتها والصحه المهنيه بتاعتها تبقى جاهزه، واحنا فعلا عاملين لايف جاكيتس واجهزه معدات الانقاذ كلها موجوده. يعني هو دي كان توصياته ان احنا نخلص مواعيدنا طبعا السرعه في تخليص الميعاد والاتقان في العمل. كويس، هل نحن بصدد تاسيس او تدشين اسطول صيد مصري حديث؟ احنا بنقول دلوقتي طبعا لما يبقى في 100 سفينه صيد او 100 بلانس صيد هيبقى ده نواه للاسطول المصري كبير للصيد ان شاء الله، يمكن يستكمل بعد كده طبقا للاحتياجات وطبقا للرؤيه يعني اللي هنشوفها بعد كده، لكن على الاقل اللي انت بقى في 100 سفينه صيد لا انت كده بدايه اسطول كويس يعني. هل دي اول مره يحصل هذا يعني هذا الانجاز في قطاع الصيد؟ طبعا انا اقول ان هي دي اول مره كتصنيع مصري، يعني احنا نشوفهم بيعملوها بايدينا احنا المصريه واجهزه ومعدات احنا جايبينها وعارفينها ومختبرينها. هو المكون المصري قد ايه في المشروع ده وحجم الاستثمارات؟ حوالي 70% 75%. كويس جدا جدا. الاجمالي او استثمارات هذا المشروع؟ واحنا بنقول البالانس الواحد حوالي 18 مليون ونص تقريبا، تكلف يعني حوالي 13 مليون ونص، يعني مليار و8 من 10 مليون جنيه مصري. العمال كلهم هيبقوا مصريين، الصيادين كلهم من مصر، شباب كلهم. هل خدتوا رايهم، خدتوا راي الشباب، خدتوا راي الصيادين؟ الحقيقه ده حصل لان احنا كان لنا تجربه في 12 واحد كنا خلصينه قبل كده غير ال100 اللي بيتعملوا دول، فكنا بنشوف معاهم ايه اللي هم لاحظوه او محتاجين نزوده عندنا، وكل اللي قالوه احنا جهزناه وحطيناه في سفينه الصيد الجديده دي. سياده الفريق، هو مين بيسمي المواليد دي؟ احنا اللي بنسميها الهيكل السويسري. يعني في لجنه تسميه؟ طبعا طبعا. اللجنه دي بتختار اسماء؟ تختار اسماء تتمشى مع الموضوع، يعني احنا سميناها وطنيه. واديناهم ارقام يعني وطنيه من واحد لغايه 100 ان شاء الله.